المشكل ديالي من الاول يعني بمشاكل كتعرف يعني ما بين الازواج، يعني اي زوج مع الزوجه ديالو كيكونوا مشاكل ديال الدار هكا اليوميه، الصراعات اليوميه تيكونوا يعني كل نهار تتكون يعني حاجه جديده، هذه ما درتيهاش، هذه فهمت، يعني مشاكل يوميه مثلا صافي بدات كتطور المشاكل الاقوى، يعني بدات كتطور المشاكل الاكثر الحجم، بدات كتكبر دول المشاكل كيكبروا ولا داك الانسان تيخرج من الصباح ما تيجي حتى الليل، ما بقاش كيخلي المصروف في الدار، ما بقى كيخلي حتى شي حاجه، يعني هانتيا في الدار جالسه ديالك صافي ما مسوقش ما ولا كيجي للدار كيدير معايا المشاكل، كيجبد معايا يعني ابسط الحوايج كيجبد معايا فيهم المشاكل، المناقشات ولا بيناتنا الصراعات، ولا كنجي نتناقش معاه حتى انا يعني، ولا هو اش كيدير كيجبد معايا المشاكل والصراعات وداكشي، تيبدا يشجني كيجلس كيبدا يشجني، كيبدا يصور الدار، تيبدا هذا تيصيفط للعائله، تيصيفط للوالدين، تيصيفط يعني، ولا كيخسر لي السمعه ديالي مع العائله ديالي. من بعد منها بدا تي يجي يتحاور معايا بحال هكا كنكونوا جالسين، هو تا يطلق التسجيل، تا يسجل وتيبدا يستغل ديك الظرفيه ديال فين كيطلق التسجيل، كيبدا يستفزني فيها وهو كيشجل، وحتى انا كنبقى داكشي اللي في قلبي واللي كيقولوا لي عقلي تنجاوبوا به وصافي، يعني انا ما على باليش ان الانسان راه كيشجلو صافي. ملي بداو المشاكل هكا مشى رفع الدعوه ديال الطلاق، عرفني بانني حامله وعرفني بانني يعني راه حملت، مشى رفع الدعوه ديال الطلاق قبل بالنهار بالعيد، قبل العيد بنهار دفع الدعوه ديال الطلاق، وجا للدار لهنايا قال لي ودي انا راه غادي نمشي لواحد البيت في القشلة عطاوه ليا، راه غادي نجلس فيه، راه غادي نرتاح واحد شويه، واحد 15 يوم نخليك انت ترتاحي مع انتيا الهرمونات الحمل وكذا وهذه. قال لي انا نهز الحوايج ديالي، قلت له صافي ما ماشي مشكل، يعني الا بغيتي تمشي ترتاح سير ما عنديش، امتي قلت انا غيمشي غير واحد يمشي ديك الساعه ويقدر يتناد مع الحال ويتم راجع لدارو. هذا جاب طوموبيل كبيره ديال الخدمه، هز الحوايج ديالو من الدار، هز داكشي كله اللي بغى، حبستو حتى على حاجه انايا، قلت له اللي بغيتي تهزها ديها. فعلا انا تقت بيه، انا قال لي غادي نمشي نرتاح، راه عطاوني بيت في قشله غادي نمشي نهز الحويجات ديالي وداكشي غادي نمشي، يعني ما قلتش انا السيد راه غادي يدير لي هكاك، يعني جا دخل هز الحوايج وكذا وهذا، قلت صافي انا السيد باغي يهز حوايجو ويمشي يرتاح صافي، حيت ما يحسبليش انا زعما راه غادي يمشي في، يعني كان مخطط انه يعني باغي يهز الحوايج ورافع الدعوه ديال الطلاق، يعني هو غير هز الحوايج زاد مع الباب ركب الطوموبيل دار امارش زاد، كانت تصادف بعون قضائي كيدق عليا كيوصل لي الدعوه ديال الطلاق. شديت ديك الدعوه ديال الطلاق استلمتها، دخلت بقيت كنبكي، كنتصل به ما كيجاوبش، كنصيفط له اودويات في الواتساب ما تيجاوبش. من بعد منها جلست كنتسنى العيد ديال الاضحى غيجي يوصلني مع، قال لي ودي راه غادي نصيفط لك العيد وكذا وهذه، انا راه ما نعيدش هنايا وهذا، جلست كنتسنى يعني باش غادي يجيني العيد، كنتصل به زعما كنقول يعني هاد السيد واش غادي يصيفط لي العيد مع شي حد ولا هذا، المهم انا كنجرب يعني كنشوف واش هذيك الدعوه ديال الطلاق اللي استلمتها واش يعني باغي يهددني بها ولا ما فهمت، يعني باغي هذا اولا غير يعني كي. من بعد منها جلست كنتسنى يعني ديك السبت الليله كامله ديال السبت والعشيه كامله، نهار كامل السبت والليله كامله حتى نهار ديال الحد صباح العيد، الناس معيده وداكشي، وانا بوحدي انا ولدي في الدار ما معيدين ما حتى حاجه، وحتى واحد ما عارفني راه كندوز ديك المعاناه ديال راني ما معيداش انا ولدي والمشاكل، وواحد الماساه بحال راه ما عرفت شنو عندي انا، وديك جاتني ديك الغمه وبوحدي قهره. لا ما عمر ما كنت كنعاود الوالدين ديالي ديما كنت كنخليهم بعادين، حيت هما بعادين اصلا مساكن كاع، ولو عاودت لهم غير غادي نفقصهم، ما كنعاود لهمش المشاكل، كنلقى بان هو اللي كيعاود لهم المشاكل ديال الدار ديالي، وتيعاود لهم داكشي اللي كيوقع بيني وبينه، وتيهز داكشي كيصيفطوا ليهم فهمتي، كنلقى ان به انه هو اللي كيعاود لهم ويعطيهم الاسرار ديالي وديال، وماشي غير الوالدي، الوالدي والعائله يعني كيفضحني مع كلشي، تيبدا يهز ويصيفط ويقول لهم راه فهمت العلاقه ديال الوالدين ديالي معاهم، ما كنتش عليك يعني العلاقه ديال ما بين انا والاب ديالي صراحه، يعني الاب ديالو يعني ما صدات عندي شي حاجه اللي خايبه ولا زعما كان ما عندي مع حتى شي مشكل، زعما الاب ديالو ما نهار اللي شفته في الخطبه صافي من تما ما فهمتي، يعني داك الاب ديالو ما صراحه يعني
مشاكل ولا بينا صراعات ولا صح يعني بحكم ديال الطريقه ديال هذا البيت اذا تلقى في مناسبات مثلا جات عند الدار ديالي كنحبيها ونقوم بواجب ديالي معها وداكشي مشيت لعندها كذلك حتى هي فهمتي ماكاش معنا ماكاش بيناتنا اكبر مشكل اكبر مشاكل اللي كان بيني وبين يعني الا كانت هذا هو راجلي هو اللي كان كيبقى يهز الهضره ديالي ويقول لهم وكيجيب الهضره ديالهم ويقولها ليا وكان كينوض فتنه فهمتي ومع ذلك يعني كانت بيناتنا واحد البعد ماما ماشي زعما نقول لك يعني راه ضرب هذيك المدة ديال هاد ربع سنين كاملة تضربات في الزيرو بحال راه عمر ما هاد الانسان هذا كان يعني الزوج ديالي ولا كان اب لهاد الوليدات ولا يعني حتى ديك عاشرهن بالمعروف وفارقهن بالمعروف ما كايناش كاين لا عاشرهن بالمعروف ولا فارقهن بالمعروف يعني مدة ديال هاد ربع سنين هادي بحال تضربات ليا في ديك الصبر اللي صبرت وداك التكرفيس اللي تكرفست معاه وداك العذاب اللي تعذبت وديك يعني صبرت على داك الجوع والعرى وصبرت على بزاف صبرت في حقي صبرت في تنازلت على بزاف ديال الحوايج على فهمتي يعني عطيت واحد التنازلات بزاف يعني وقفت معاه وسانته من اللي ما كانش عنده ويعني حتى ولا تبارك الله يعني ميسر ولا عنده ولا كيخدم في واحد المنصب اللي نقي يعني ولا مزيان ميسور تيدخل فلوس مزيانه ولا يعني كيدخل تبارك الله مبالغ اللي تهزك تهز العائله وتهز كل شيء تبارك الله ولاني في الاخر شنو كانت صادم بان هذا السيد هذا ملي ولا بخير ومزيان وهذا اول حاجه دارها هي فرط فيا وفرط في الوليدات ديالو صافي باغي تطلق صافي بحال قلتي بغى يتهنى من المسؤوليه زعما صافي زعما انا اللي كنت هزك وداكشي وهذا انا لحتك دابا للشارع ولحتك للتشرد ولحتك باش تعرفي بالقيمه ديال زعما راه انا كنت معاك وانا هادي وانا هادي وانا هادي وليني وما ما 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 كيظنش بان راه كل واحد خلق الله برزقه في هاد الدنيا انا برزقي وهاد الوليدات برزقهم يعني حتى الا ما كانش من طرف ديالو ربي راه غيرزقنا الحمد لله وغادي هذا فهمتيني غير هو وكان داك العنف اللي كنا عايشين كان كيتعنف بواحد الطريقه اللي خايبه يعني بزاف ديال الحوايج مشاكل وداكشي ديال وكي اش غادي نقول لك انواع العنف مثلا هكا الا كنا كنتناقشوا شحال ما كان مثلا كنا كنتناقشوا ها هو كيزرب عليك بالتصرفيقه يضربك كيسكتك زعما ما تهضريش على الحق ديالك ما تعانديش كاع ما فهمتي زعما انا الراجل انا المسيطر انا هو كل شيء يعني كيفرض ديك الشخصيه ديالو ما ديريش هادي ما تفعليش هادي ومع ذلك كنت كنصبر في حقي وتنازل على بزاف د الحوايج يعني الحاجه اللي تيقولها لي حيت نقول انا هاد السيد هذا يعني انا عايشه معاه وانا جالسه معاه يعني حتى الا فهمتي حتى الا ما درتش هاد الشيء اللي كيرضيه ربما غلقى فهمتي ربما لقى مكفاس ولا يعني كنت في حتى خوف يعني داني صغيره وداك الشيء كنقول يعني هو اللي عندي صافي هو اللي انسان هو اللي كان يعني هو اللي عندي هو اللي هزني زعما كنقول يعني انا المهم كيف ما كان الحال هو معايا على الاقل ما سمحش فيا ما هادي يعني هو لقى ديك النقطه ديال الضعف انني انا يا يعني رامي علي راس بزاف ما عنديش زعما شي العائله اللي تجي عندي ولا نمشي عندهم ولا عندي صحابات ولا كنخرج ولا كنمشي فهمتي يعني مفارد بيا بوحدي يعني اكثر اوقات كندوزهم معاه وداكشي ما قبل الطلاق وداكشي يعني فاش كنا عايشين البيت في البيت الزوجيه يعني المصروف ديال الدار ما مشي نقول لك ما كانش كيصرف كان كيصرف ماشي ما كانش كيصرف كيصرف كيجيب داكشي اللي قسم الله المهم انا قابله على داكشي اللي كاين يا الواجد يا اللي ما واجدش اللي قسم الله كنقول بسم الله فهمتي ولاني من بعد الطلاق ما سيد سمح لك في كل شيء زعما ها انت ها انا خليت لك المسؤوليه انا خليت لك الاولاد خليت لك كل شيء دبري راسك معاهم صافي دبري راسك مع الحال مثلا شنو زعما خلى لي المسؤوليه ديال الدار زعما ها انت ما بينك وبين الكره بينك سيري قلبي على منين تجيبي وتصرفي وتاكلي وتشربي انت ولدك سيري قلبي على اللي يعطيك ليك وش داكشي زعما اللي كنت موفر لك انا سيري شوفي منين تجيبيه دابا سيري خدمي ولا شغلك هذاك فهمتيني يعني من بعد منها صافي بحال لاح لك المسؤوليه وانت في هذيك الوضع اللي اصلا انت محتاجه يوقف معاك انت محتاجه انه يصرف على الدار ديالو وعلى ولدو وانت هي حامله ولا وغير المراه ملي كيتصور اخويا كتوصل بيا الدرجه ديالي كنخرج غير للسويقه ولا شفت غير شي حاجه وتشهيتها ما كنلقاش باش ناخذها كنرجع في حالي للدار كنبقى نتفكر ديك الحاجه اللي شفتها واللي بغيت ناخذها وما عنديش باش غادي ناخذها صافي
اللي ودي تشهيتي واحد الحاجه، كوني لقيت واحد الانسان اللي يوقف معاك في هذيك المرحله، تشهيتي هذه ولا مثلا بغيتي ما كاين ما لقيتش صافي، ما لقيتش انايا داك الانسان اللي غادي يوقف معايا ولا زعما يساندني، ولا غير الا مرضت يعني كاع هاد الفتره ديال الحمل كامله واش ما غنمرضش فيها. تصور مرضت المده ديال سيمانه وانا طايحه في الفراش، ما لقيتش لي عتقني، ما لقيتش لي يهزني، ما لقيتش لي غادي، ما لقيتش حتى لي يشري لي الدواء ولا اللي غير يجيب لك كاس ديال الماء يقول لك هاكي شربي، ما كاينش. انت كتشوفني انا وولدي في الدار بوحدنا زعما ما كاينش حتى لي يعاونك. هذيك القضيه كان لاح واحد السيده في الستاتيو ديال الواتساب لايحه بان زعما انا بدلتك بهادي، ها هي شتيها هادي راه لالاك وانا بدلتك بها، وديت واحد التعليق عليها وراه كيهضر عليها زعما بان هي اللي نساتو في الهم ونساتو في المشاكل وفي هذا لايحه. ومن بعد منها فاش سولت وقلت له واش هاد الانسان هادي كتعرفها وداكشي، واش هادي هي اللي جعلاتك انك تغير دارك ووليداتك ويعني خلاتك انك دير هادشي كامل، قال لي لا انا كنت في حاله غضب، هادي خاف، فهمتي، خاف يعني وهو فضح راسو بيدو، انا ما فضحتو، ما يا اما فضحوا الله بغى يفضح راسو بيدو او لا، يعني هو لاح التصويره ديال هذيك السيده في ستاتيو ديال الواتساب وداير عليها تعليق زعما بحال كيبين لها انه انا معاك وراني ضد ديال ديك المراه اللي انا مجوج بها وانا غادي نطلقها، وانا فهمتي، وانا ما صراحه كنت نيه تايقه، ومع ذلك ضحك عليا ورجع وبدا يقول لي انا غنرجعك وغنرجع ولدي ونرجع داري وزعما نجمعوا الشمال وهادي، وبقى حتى استغلني في هذيك الفتره ديال هو دار ما بغى في المحكمه، مشى ما بغى ودار داكشي اللي هذا، وانا يعني كنقول كل نهار هاد السيده غادي يدير تنازل غادي يحطو صافي، انا غادي نعيش في الدار ديالي هادي، راه ما غاديش يسمح فيا في هذه الفتره هادي، كان كيقول لي انا ما نسمحش فيك انت حامله وهادي، خلا زعما حتى يعني حتى امني وطمني وداكشي، وفي الاخر مشى عيط للعائله ديالي تيقول لهم انا رديتها كي الكلبه وعاودت لي داكشي كامل اللي كنتو كتقولوا لها وداكشي اللي هادي، وهنا دابا لحقت لكم كي الكلب. هذا هو الجزاء ديالي، هو هذا انني وقفت معاه وساندته وعاونته وبنيت معاه اسره وبنيت معاه واحد البيت وتقاتلت معاه وعاونته باش ما قسم الله، راه كتعرف الانسان واخا ما كتكونش خدامه ما كيكونش عندها واحد المدخول، ولكن كتعاون بالصبر بالتوفير، كتوفر كتهادي كتقاتل على داك الدار ديالها باش تكونها، كدير هذوك الوليدات باش تكبرهم باش يعيشوا باش، وفي الاخر كيخرج لك داكشي كلشي بالزيرو، فهمتي، يعني تيخرجك بحال انت يا تيقول لك مالك انت شنو دايره ليا باش نفعاني، شنو كتعطيني، انت كتصرفي عليا، انت اللي كتعطيني، انت اللي عطياني النفس، شنو دايره ليا كاع بالسلامه كاع مالكي، شنو واش انت اللي رازقاني ولا كتمشي تخدمي عليا وتجيبيها ليا ولا، فهمتي، يعني واحد الطريقه ديال الكلام ديالو تي زعما بحال راه زعما انت شنو دايره لي كاع بالسلامه في خلق الله، ما كتصرفي عليا، ما كتعطيني، ما كتجيبي لي، ما خدامه وكتقسمي معايا، ما والو، ولكن هو ما كيقولش بان هذا الانسان راه يعني صبرت معاه تكرفسات معاه تقاتلات معاه ملي ما كانش عنده، يلا كان كيبني حياته، يلا كان كيبني، يلا كيبدا، يلا كيبادي، يعني كما كنقولوا يلا كيبادي ويلا كيفاش كي ديك الاسره غادي يصوبها وهادي، ما كاينش كيقول هاد الهضره هادي ديال هاد الانسان راه تقاتلات معايا وقفات معايا وكان ولدنا مريض وقفات معاه في السبيطارات لمده عام هو يا مريض، وما كانش كيقول هادشي كله ضربوا في الزيرو ونساه هادشي كامل، هذيك العشره كامله وداكشي كله لاحو، ما عقلش على حتى حاجه. شحال من مره خسر لي العلاقه مع والديا، ما كنتش كنقدر نهضر معاهم، كانت بعض المرات كيقطع الصله بيناتنا، ما كنهضرش مع والديا ومع بحكم والديا بعادين، يعني لاقي الفرصه فين انه يستغل ديك الظروف ديال انه بعادين ديال ما كاينش اللي يهضر معاه ما كاينش اللي، والوقيته اللي كيهضروا معاه الوالدين ديالو شي حاجه كيتطاول معاهم في الهضره، تيبدا معاهم في المداخلات والسبان والمعيار ويعايرهم فهمتي، يعني ما ماشي شي انسان اللي كان كيحترم لك حتى الوالدين ديالك ما كانش كيحترمهم ليا، انا عمر
ها هو فهد كنقولها من هذا المنبر ديال عمر، الا كان شي حد في والديه سبيتو ولا عايرتو ولا تطاولت معاه في الهضره ولا هذا، يخرج ويرد عليا. عمر ما وصلت مع والدي انا يا لشي وقحه ولا تسبيت معاهم في التليفون ولا عايرتهم ولا نتعاير معاهم في وجههم ولا عمر. صافي كتبقى ديك الاحترام ديال هما كبر منك بحال والديك كتبقاي انتيا، ولاني هو لا ما كانش كياخذ، كان دابا هو كان كيحسبها واش نقطه ضعف منا، واش صافي زعما اه كيتعنى انه خدام في المنصب الفلان فلاني، وانا راه عندي ناس وعندي نفوذ وكنعرف والخدمه ديالي هي اللي دخلت ليا باش ان في القصر ديال سيدنا الله ينصرو في الرباط في توارقه خدام تما، بانه خدام تمايا وبان يعني انا راه عندي النفوذ ديالي وعندي الناس ديالي وعندي اللي دخل ليا وما عندك كيما تصوري ما عندي، وسيدي فيما بغيتي ومشيت وما نكذبش عليك مشيت حتى لتمايا حتى للقصر، دخلت حتى للكوميساريه وجوج ديال المرات وانايا كندير الديكلاراسيون ديالي تما، الله يجازيهم بخير دوك الناس تيتصنتوا ليا وتيستمعوا ليا وتيستمعوا الحاله ديالي وعارفين بان يعني انا ويا في المحكمه، وقالوا لي ودي غادي ديري لنا شي في الشكايه الاولى فاش مشيت لعندهم تصنتوا لي وداكشي، قال لك حنا ما كنتوصلوا حتى بشكايه هنايا. قلت لهم علاش زعما ما كتوصلوش، قال لك حنا كون كنا كنتوصلوا كون استدعينا، حنا ما كنتوصلوا حتى بشكايه وانا كندير شكايه وكنصيفطها لتما وما كتوصلش لهذوك الناس، علاش فين هاد الشيء هذا فين هاد الشكايات؟ ومع ذلك قالوا لي ودي ديري لنا شكايه عن طريق المحامي جيبها لنا ياك، وديك الساعات حنا راه غادي نستدعيو وغادي نشوفوا المشكل وغادي هذا. ملي مشيت باش نشوف هاد الشكايه هادي باش يديرها للمحامي وهذا، لقيتها تقريبا بشي 2500 درهم 2000 درهم، باش غادي ندير انا هاد الشكايه؟ ما لقيت ما ناكل غنمشي نديرها ب 2000 درهم ولا 2500 درهم، بزاف عليا. لقيت راسي بان صافي حاصله لا من ناحيه الماده ولا من ناحيه ديال 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 الترونسبور باش نبقى كنتنقل من هنا لهنا لهنا بزاف، ما بقاش ما عندي لا جهد لا قدره انني باش نمشي نتبع هاد القضيه هادي ونتبع. وانا بقيت كنتسنى وكنشوف زعما يعني واش غادي تنصف في الحق ديالي، واش غادي تنصف ولدي، واش حتى حاجه ما حتى في القانون ما كذبش عليك. انا واخا ما تنصفتش ماشي مشكل، ولكن راه عندي وليد مريض، واش هذيك الفلوس داك النفقه اللي خرجوا لي واش غادي تكفيها لولدي؟ ما تكفيش ديك 700 درهم اللي خرجت ديال النفقه، ما غاديش تكفيه 400 درهم ديال النفقه و200 درهم ديال الكرا و100 درهم ديال الحضانه ديال اش هادشي. وعندي الولد مريض ديجا اصلا دايره له عمليه وعندو كيدير لي كوش بزاف، يعني كاين مصاريف كي مرض خصو الدواء خصك دوز له خصك، فهمتيني؟ وحتى النطق مازال مسكين ما كينطقش ومازال ما فهمتي، يعني عندي الوليد حالته يعني راه كاينين شواهد طبيه تمايا في الطبيب ديال الماريفيل، راه كاين الدوسي ديالو تمايا، راه كاين كلشي، يطلعوا على هذا الشيء هذا يشوفوه، بعد يشوفوا الحاله النفسيه والحاله الصحيه ديال ولدي واش يعني تكافى مع هذا المبلغ هذا اللي مخرجي له. عرفتش المصير ديالي فين غادي يكون، انا براسي تنطلب من الله المصير ديالي يكون احسن من هكا، ما عارفاش انا فين غادي يكون المصير ديالي، لان لقيت راسي في واحد المسؤوليه اللي صعيبه ديال الكرا، وكعارف بحكم ديال الرباط سلا هنا كيكون الكرا طالع شي شويه، يعني ما انا دابا انا باقه في هذا البيت هذا اللي كان كاري ليا هو، انا باقا فيه ما قديتش ما عنديش القدره انني نخرج نقلب على كرا ونكري ولا مازال ما عنديش، يعني انا مازال باقا في البلاصه اللي انا فيها راني باقا فيها ما قدرتش حتى نخرج. الطلب ديالي الاخير انا كنتمنى من جمعيات وكنتمنى من يعني فهمتي اللي يوقف معايا اللي يشوف لي الملف ديالي اللي يساعدني باش غنقول لك اللي ساعدني في هاد الظروف هادي اللي كنمر منها، اللي تصور حتى الحمل ديالي ما دوزت لا عليه، ما درت التسجيل ما درت لا تحاليل، ما عندي فيتامينات ما عندي دوايات ما عندي حتى شي حاجه، ما موجدات حتى شي حاجه لهذا المولود اللي جاي، ما عندي حتى حاجه، ما عندي لا باش نوجد وكنقول فهمتي كنشوف المصير ديالي كنقول كيفاش انا غادا في هذه الحياه هذه وغير غادا، ما عندي لا جهد ولا قدره اكون عندي باش عندي مدخول ولا عندي هذا، كون راني
يعني على الاقل غادي نصوفي راسي، غادي نمشي ندير التحلل ديالي، ندير نتكفل غير براسي، نشري حويجات لهذا المولود اللي غادي يتزاد، نعرف راسي فين غادي نولد، نعرف راسي فين غادي نوضع، فين غادي ها نتوما جيتو تشوفوا الحاله ديالي والدار ديالي كيفاش، غير البرد قتلني غير في داري. يعني واصله لواحد الحاله اللي مزريه بزاف صعيبه، ومع ذلك كنتحمل هذا الشيء كامل، حيت ما لقيتش اللي يتحمل معايا هذه المسؤوليه، حيت اللي خصو يتحمل معايا هذه المسؤوليه سمح فيها وزاد. تحديت بزاف والحمد لله ربي مقويني، وكان مازال غنتحدى ان شاء الله، وكنحاول يعني نقوي راسي بيدي باش ما نبقاش في هذه الحاله هذه. كنحاول انا دابا حاليا ما خرجت لهاد المنابر الصحفيه الا باش يوصل الصوت ديالي، والا باش من بعد الله سبحانه وتعالى نلقى الناس اللي تقدر توقف معايا واللي تعاوني، اللي نقدر نتحدى هاد الشيء هذا، ونوقف واحد النهار تانا على رجلي، وتا انا نخدم ونولي بخير ونولي مزيان، وتا انا نمشي مع المسار ديال الحياه ديالي انا ووليداتي، ونكون بخير الحمد لله صافي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.